كيفما كتعرفوا انه اليوم هو 6 نوفمبر ذكرى تخليد المسيره الخضراء. يعني قامت فيدراليه ولايه فرج بشراكه مع الجمعيات المنضويه تحت لواء الفيدراليه بتنظيم هذه المسيره الشبيهه بالمسيره الخضراء المضفره. المسيرة كانت ناجحة بشهادة الجميع، يعني ارتقينا أننا نختار واحد النوع ديال الشاحنات هما بالضبط نفس النوع اللي شاركوا في المسيرة، من بينهم الشاحنات اللي كانوا معنا اليوم في المسيرة من نوع بيرلي، نوع هيبيا، نوع فورد رابعة وما يعرفوا بالعنطرة. هذه المسيرة الحمد لله يعني حجوا لها واحد العدد هائل ديال السكان ديال منطقة ولاد فرج والجماعات المجاورة لها. ومن هذا المنبر ديالكم كنبغي نوجه واحد الشكر خالص للسلطة المحلية اللي شرفات على إنجاح هذه المسيرة وعلى رأسهم السيد قائد قيادة ولاد فرج، وكذلك ما ننسوش الدرك الملكي اللي أمنوا هذه المسيرة هذه منذ الانطلاقة ديالها من أمام قيادة ولاد فرج حتى الرجوع ديالها، على رأسهم السيد القائد المركز الترابي للدرك الملكي بولاد فرج وكذلك السيد قائد المركز الترابي للدرك الملكي بخميس متوح. المسيرة انطلقت من قيادة ولاد فرج مرورا على الجماعة الترابية ولاد سيدي علي بن يوسف، كذلك مرورا على الجماعة بولعوان وكذلك جماعة خميس متوح. كنبغي نشكر جميع الناس اللي حضرات، جميع الناس اللي ساهمت في إنجاح هذه المسيرة، على رأسهم أرباب الشاحنات والسائقين الشاحنات. عشنا واحد الأجواء يعني حسينا يعني عشنا بواحد الأجواء أننا كأننا في سنة 1975. مرة أخرى كنبغي نشكر جميع الناس اللي شاركت في هذه المسيرة وكل من ساهم في إنجاحها سواء من قريب أو من بعيد، وكذلك نبغي نوجه واحد الشكر للمرأة المغربية أو المرأة الفرجية اللي شاركت معنا في هذه المسيرة بكثافة، وكنا خصصنا يعني شاحنة خاصة بالنساء كيفما شفتوا أنها كانت كتحمل عدد كبير ديال النساء اللي كانوا رافعين الرايات المغربية، وكذلك صور المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. اليوم كانت عندنا واحد الذكرى المجيده اللي هي الذكرى 49 لعيد المسيره الخضراء كما عرف المغرب قطيبة. هذه الذكرى هي فكتحيي لنا واحد التراث اللي هو كنحيو به المسيره الخضراء، الشعب المغربي قطيبة كيحيي هذه المسيره الخضراء، ففكرنا احنا كفيدراليه باش نحيو هذا سميتو بعض الاجيال اللي ما شافتش هذا النوع ديال المسيره كيفاش كانت ولا كيفاش مشات. المغفور الله الحسن التالي رحمه الله قام بواحد المسيره سلميه اللي مشات من عبر ربوع المملكه ومشات في اتجاه الصحراء المغربيه، يعني مشاو كاين اللي مشيين على الاقدام على الشاحنات كله والطرق ديال 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 السفر كانت بشده الاشكال، كانوا حامل معهم المياه يعني حسب ما عاودوا الناس احنا ما عقلناش، ولكن بغينا نأرخوا هذا الشيء اللي دار الحسن التالي المغفور له ونأرخوا لهاد الاجيال هذه باش يبقى راسخ في الاذهان ديال المغاربه لانها ذكرى غاليه على المغاربه. ولا داعي باش نقولوا بان احنا راها الصحراء المغربيه احب من احب وكريه من كريه، وانما نوضحوا الصوره لهاد الاجيال اللي هما قادمين. راه الصحراء جات بواحد الطريقه سلميه وبواحد الطريقه حضاريه، والشعب المغربي كله مشى، كل مشى على رجله كما قلت كله باش مشى، كل اللي ساهم بالشاحنات بالسيارات مشات وسائل النقل، وصلنا للصحراء المغربيه والصحراء المغربيه وعاش الملك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اولا تحيه للشعب المغربي باكماله من طنجه للقويره وعلى قسم سيدنا الله ينصره، الله يطول عمره، الله يشافيه، الله ينصر الاسره العلويه. اليوم اخي عجنا واحد الاجواء زوينه، فكرتنا باجواء ديال 75، اجواء معنى الكريم كان فيها الشباب
تقريبا كتراوح الاعمار ديالهم كله العمر ديالهم يعني راه بادي تقريبا من 7 سنوات 8 سنوات مشاو بحب وبواحد الشجاعه. انت كتشوف تبارك الله مشاو في الشاحنات معانا اليوم يعني بروح التشبثيه ديال الوطن، يعني من هنا كيبان لك بان راه موليده الوطن وعزيزين الوطن. وهاد الذكرى اللي حيناها اليوم راه ذكرى زوينه في المستوى رائعه، حين تساينا تقريبا ربع منطقه الاقليم الجديده، تقريبا دوزنا فيهم شي 4 الجماعات اللي هي جماعه بيد انطلاقه كانت من جماعه ولاد فرج، جماعه سيدي ابن يوسف، جماعه بولعوان، جماعه بتوح. تقريبا كانت المسيره موفقه ومسيره ناجحه، وشكرا للجميع والله ينصر سيدنا والله يثبت الشباب على حب الوطن.